تتصاعد الاتهامات بين موسكو وكييف، وتتصاعد معها حدة التهديدات والاستعراضات العسكرية لكلا الجانبين. عرض عسكري لأسطول روسي جديد حمل رسائل مبطنة وأخرى علنية أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى تمدد الحلف الأطلسي على حدودها، محذراً الحلف من تخطي الخطوط الحمر. إذا ظهر أي نوع من الأنظمة الهجومية على أراضي أوكرانيا فسنطلق صواريخ بحرية تفوق سرعتها سرعة الصوت، وستكون المدة التي تستغرقها رحلة إطلاق الصاروخ 5 دقائق. الرد الروسي جاء بعد سلسلة اتهامات من حلف الناتو وواشنطن التي حذرت موسكو من مغبة تورطها في أي هجوم ضد كييف. تعاون دول الحلف مهم جدا لمواجهة أي تصعيد روسي ضد أوكرانيا، إضافة لحركة القوات الروسية غير الاعتيادية على الحدود مع أوكرانيا وخطاب الحكومة الروسية المتعنت. وهنا أجدد موقفنا بأن أي تصعيد روسي سيكون مصدر قلق للولايات المتحدة، وأي عدوان عسكري روسي على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة. أما الجيش الأوكراني الذي تباهى بقدراته العسكرية أعلن اليوم عن 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022، إعلان جاء رسالة استباقية لتحذير موسكو التي يتهمها بالتحضير لسيناريو شبيه بسابقه إبان ضم جزيرة القرم عام 2014. وعلى خط التطورات الدولية عقد الناتو اجتماعه في ريغا لمناقشة التصدي للتعزيزات العسكرية الروسية، إذ تواجه بولندا وليتوانيا ولاتفيا الأعضاء في الناتو تهديداً آخر قادم من الشرق. تتهم هذه الدول مجتمعة بيلاروسيا حليفة موسكو بنقلها آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط إلى المنطقة الحدودية كرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي على مينسك. رغم برودة الطقس هنا على الحدود بين الجارتين، ترتفع حرارة التهديدات والتوعدات، وكلها عوامل ربما تلعب دوراً في انطلاق حرب وخيمة.